اليوم حنشوف مع بعض كيف بدأ أعمل عرض لدرس على الباوربوينت، وبنفس الوقت كون عم شوف الشاتنج شو عم يكتبوا التلاميذ أو مين رفع إيده، يكون موجود بقلب تيمز. حنفتح نحن ميتينج، نفوس على ميت وجوين، وحنفوت على نفس هذا الميتينج من اثنين أكاونت. هذا الأكاونت الثاني فتنا منه، وهذا الأكاونت الثالث. صرنا فاتين ثلاثة أكاونت. طيب شو المشكلة؟ المشكلة إنه أنا إذا بدي أعمل شيء لصفحة باوربوينت، يعني أنا فتحت صفحة باوربوينت وعملنا مينيمايز، رجعنا على التيمز عملنا شير من هون، وطبعا مثل ما بنعرف اسكين، وجيت عم بعرض صفحة الباوربوينت. هيدي صفحة الباوربوينت. ملاحظين انه انا عم بعرض ما بقدر اشوف التلاميذ، اوكي؟ فاذا تلميذ كتب شيء على الشات ما بقدر اعرف، اذا تلميذ رفع ايده بده يسال ما بقدر اعرف، يعني انا عم بشرح بمحل وتلاميذ بمحل ثاني، وهالشيء ما بفضلوه اساتذه كثار، فضلوا انه يشوف التلاميذ قدام. طيب شو ممكن يكون الحل؟ حوقف الشير، اوكي. وقفنا الشير. فينا من هون نعمل شير للباوربوينت، او فيني ادور من البراوز. انا حاترك لينك الفيديو يلي بيحكي كيف بنقدر نعمل شير للباوربوينت بقلب الصفحه، يلي هو عنوانه التعامل مع اللقاء التفاعلي. عملنا براوز ورحت على upload from my computer، بدور وين هي صفحة الباوربوينت. هيدي هي مثلا، جبت هيدي فأستر قلت له اوكي. رح لاحظ بلشت تفتح. هالطريقة كتار ما بيحبوها لأكتر من سبب. السبب الأول انه لاحظوا قد ايه بدها وقت لتفتح هيدي الصفحة، والتحكم هون غير عن التحكم برا من جهة اني انا اكتب على الصفحة هيدي. والشغل الاهم انه انا هلأ عامل شير بس للباوربوينت منه للسكرين، يعني انا اذا عملت مينيمايز تلميذ ما بيشوف شاشتي، فانا مجبور ضل بهيدي الباوربوينت، ما فيني اشرح باوربوينت وبعد شوي افتح صفحة وورد وبعد شوي اكتب على الوايت بورد او افتح صفحة انترنت عم تحكي عن موضوع الدرس، كلهم هدول انا ما بقدر اعملهم. وهيدي الطريقة مشان هيك كتار ما بيحبزوها. لاحظوا هذا الباوربوينت فتح، بلشنا نعرض قدام. هل بقدر اكتب على السكرين؟ لا، اوكي، ما بنقدر. اذا انا طلعت لبرا بيقدر يشوف التلاميذ صفحات تانية؟ لا. هيدي المشكلة بهذه الطريقة، لو انه احيانا كتير انا بستخدمها او الاستاذ اللي بده يشتغل معه بس على هيدي الصفحة. طب شو ممكن يكون عندي حل غير هيدول الحلين؟ انا اعمل شير سكرين وافتح باوربوينت من برا ما بيعود فيني اشوف التلاميذ، واذا فتحت الباوربوينت من هون وشفت التلاميذ ما بيعود فيني اعمل شير سكرين شوف شغلتين. الحل بسيط جدا، هنشوفه مع بعض. حاطلع من هيدي، اوكي، حفوت على صفحة الباوربوينت. هيدي صفحة الباوربوينت. بروح على دياباراما هون، بالفرنسي اسمها سلايد شو، اوكي. هيدي هي، حنحدد وين هي. 1 2 3 4 5 6 7. بفقس على كونفيجوري لو دياباراما. فاذا كونفيجوري لو دياباراما، كمان اذا عندكم لغه غير الفرنسي اطلعوا على شكلها. عندي شاشه عرض وحدها مستند مكتوب عليه. فاستا هي محطوطة أول وحدة، بريزونتي بار أن بريزونتور بلان ديكرون، يعني حتى بلان ديكرون مثل ما بنعرض أي صفحة باوربوينت. فيزيوني بار أون بيرسون فينيتر، يعني هون افتحها وكأنها فينيتر، يعني هون افتحها على صفحة لحالها. أنا إلي مصلحة مع هي. تاني وحدة، بدل من الأولى بفقس التانية، فقست التانية هون، بنركز عليها مظبوط وبنقول له أوكي وبلش عرض. لاحظين هلا فتحت لي اياها على ويندوز جديد. فيني زغرها، اوكي، واعمل لها مينيمايز. هلا صار معمل لها مينيمايز. رجعت على التيمز وعملت شير للسكرين، شير
سكرين، عامل شيء لكل سكرين عادي، يعني بقدر فوت على اي صفحة انترنت، بقدر فوت محل ما بدي، بقدر اجيب صفحة وورد، بقدر افتح وايت بورد اكتب عليه، انا عامل شيء لسكرين. فتحتها للصفحة اللي عليها التلاميذ، هيدي هي الصفحة، وفتحت فوقها الباوربوينت. لاحظوا كيف صار بهالطريقة هيدي، فيني ظبطها أكيد أنا، لأنه قبل بمرة مظبطها على قياس الشاشة، رجعت على قياس الشاشة، يعني مرة واحدة بتظبطوها. أكيد أنتم من هون فيكم تغيروا هالقد أو تصغروها هالطريقة بالقياس اللي أنتم بيناسبكم. فينا نطلعها لفوق شوي إذا ما عجبنا الموضوع، نحطها هيك بهي الطريقة ونكبرها شوي من تحت اللي بدي. هلا أنا عم بعرض وبنفس الوقت التلاميذ موجودين حدي. خلينا نقول إنه حدا من التلاميذ رفع إيده، أوكي ملاحظين؟ بين التلميذ رفع إيده، بقدر قل له السؤال اللي بدك إياه. نقدر نشوف صفحة الشاتنج أكيد، بس أنا غطيتها هلا لأنه عليتها شوي، نحن لازم نتركها هيك أزبط. أوكي من أي طريقة هيك أزبط شيء. فتحت صفحة الشاتنج، بقدر شوف شو كاتبين التلاميذ هون ورد لهم بالحكي، بس اكيد في مشكلة صغيرة انه انا اذا فقست اكتب هون تطلع بدي ارجع فوت مرة جديدة. اوكي هيك بكون شفنا مع بعض كيف بقدر اعمل شير لصفحة باوربوينت، واكيد عم غير السلايدات ما في مشكلة ابدا بهذا الموضوع. وبنفس الوقت كون عم تابع التلاميذ مين رفع ايده ومين كتب على الشاتين، كل هدول الامور بقدر اعمل. نتأمل ان كون استفدنا من هذا الفيديو.